حاجة شفتها في حياتي. يا ترى ايه ده؟ الظاهر في حاجة هتحصل أغرب من اللي احنا شايفينه. مين ده؟ ولا ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهم حاجة يا رشيدة، هو أنت فاهمة حاجة؟ هو يا أنت، أنا أوز وأعتبر دلوقتي حاكم الكوكب الأبيض، وبالتالي حاكم الكوكب الأزرق اللي احنا عليه دلوقتي. يلا اجمع لي أهل الكوكب علشان أقول لهم كلمتي. كوكب إيه وكلمة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت متأكدة إنه كان نايم في فقاعته بالليل؟ طبعاً، ده أنا قافلة عليه الفقاعة بنفسي، مش عارفة عمل كده ليه؟ وخد المركبة بتاعته، ابنك بيفكر في إيه بالظبط؟ خايفة يكون عمل اللي في دماغه من زمان، وقرر يعمل رحلة طويلة بالمركبة عشان يبقى هو الحاكم، ما أنت عارف ابنك وأفكاره. أتمنى ما يكونش عمل كده، هو مش عارف مارو الحاكم ممكن يعمل فيه وفينا ايه لو عرف. دخلت في ثقب اسود نقلني لكوكبكم، وقعت بمركبتي هنا بعد ما الشحن الكوني خلص من المركبة. طب تحب اشوف لك شاحن او فيشة تشحن منها؟ مسكين، انا المركبة دي فيها خلايا طاقة بيولوجية بتستمد الطاقة من الشموس والاكسجين. طب كويس، وخلال وقت قليل هتكون شحن التاني، ولازم ألحق أخلص إجراءات احتلال كوكبكم بسرعة قبل ما أرجع وأعلن نفسي حاكم على كوكبي. بص، أنا هعتبر كل كلامك ده حقيقي، بس أول حاجة لازم بسرعة تلاقي طريقة تشيل بيها الحاجة اللي بتسميها مركبة فضائية دي من النيل قبل ما تروح بعيد وما تلاقيهاش. بسيطة،